هندو حبايب قلبي، شخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم راح نسوي ويا بعض وصفات من الانترنت واقضبها من التيك توك، وشفت كم من وصفة صراحة ثريبة غريبين، وقلت الا اجربها وياكم وان شاء الله راح تنجح. اول شيء راح نصير جمعية ونجيب الاغراض اللي ناقصتنا. شفت وصفة البلوبيري والزبادي؟ قلت لها سويها وياكم. نحتاج بلوبيري، نحتاج زبادي، بعد ما غسلنا بلوبيري عدل نحط عليه زبادي. أول مرة أسوي هالوصفة عن الفواكه والزبادي. نجيب ورق زبدة نوزع عليه البلوبيري والزبادي نفس ما تشوفون هالطريقة، ونخليه في الثلاجة لين يجمد، ونذوب هني كاكاو. هني بعد ما طلعناه من الثلاجة نقمص حبة حبة داخل الكاكاو، شكله رهيب. أنا أصلا اللي حمسني الشكل، شو كيف يوم يجمد يطلع شكله رهيب، شو كيف. الحين بندوق، يلا مكرمش. والبلوبيري صار سحر لذيذ، بنات جربوه ضروري تجربونه، 8 من 10. ودينا الحين طايحين بحبة المكرونة البيتزا، فعجبتني الطريقة وقلت لي أجربها وياكم. نجيب مكونات البيتزا اللي تبونه. الفكرة هي بعد ما نسلق المكرونة نحطها في العواد نفس ما تشوفون. عقب أنا حطيت فيها الكاتشب، مكونات البيتزا اللي تحبونها. هني وزعت الخضروات اللي أباها، حطيت عليها جبن المازوريلا. أصلا الشكل بروحه يهذل. الحين نحطها في الميكروويف شوية عشان يدوب الجبن. صراحة بنات الريحة، ريحة بيتزا، ريحة بيتزا فعليا ريحة بيتزا. أعطيها 10 من 10 بنات، جربوا ضروري تجربونه، يعني بديل المعجنات بدل ما تعجن وشي. خذ شي سريع، فور الباستا وسوها بيتزا، جربوا بنات. هالوصفة اللي صج متحمسة لها اللي هي نلف الأندومي والخس بشرايح شنو بالأرز. أنا أشوف الناس كلهم يلفون الأندومي بشي شفاف، أقول شو هذا، كيف يعطيهم قرطاسة؟ آخر شيء طلع أوراق الهش، سبحان الله. طريقتين نطلعها وندوبها في ماي دافي نفس ما تشوفون. أول مرة أعرف إن الأرز يعني اللي هو العيش نحن نسميه الأوراق نفس هذيل. فطريقة نفس ما شفتوا، نجيب الورقة نحطه في النص خس، عقب نحطي النودلز الأندومي، عقب نلفه نفس ما تشوفون. شيء هذا غريب، متحمسة أدوب، حبيت فوقها سمسم شوية. حلو العيش، يعني هذه الأوراق يعني العيش ما له طعم، فجبت صومطرة، بس تجربة حلوة راح أكررها، أعطيها 9 من 10 عيبتني. شفت هالمشروب وايد منتشر فقلت بجربه. اللي أحتاجه البودرة مال هالمصاص، سفن أب، ومشروب الطاقة بطعم التوت عنب. فنحط أول شيء السكر، عقب حطيت سفناب شوية، عقب حطيت المشروب اللي بطعم التوت لون أزرق، اللون خرافي. ويحتاج أحط ثلج لأنه وايد بارد. حلو لذيذ لذيذ، طعم التوت ويا السفناب عجيب عجيب، أعطيه 8 من 10 عيبني. شفت طريقة هالسندوتش سهلة وسريعة؟ قلت راح أجربها، تشوفونها في الحشوة اللي انت تبونها. بس أهم شي الطريقة اللي هي نجيب خبز التورتيلا ونقص نفس ما تشوفون خط واحد بس، وتوزعون المحتويات اللي تبونها. أنا حطيت لبنة وطماط وخيار، عقب رديت حطيت لبنة وزعتر. أهم شي طريقة اللف، شوفوا كيف انتهينا. حطيتها في التاوة حرها شوية، شكلها شهي صراحة. شوفوا الطبقات بنات، عن طعم اوه اعتبدوها، 10 من 10 عجيبة عجيبة رهيبة الطريقة. هاي الوصفة مكونين بس، اللي هو البطاط النقانق. جبنا البطاط، جبنا النقانق، قشرنا البطاط. أهم شي تقصون البطاط على شكل مكعب حسب ما تقدرون تاخذون منها شريحة.
شريحة ضعيفة في نفس ما تشوفون كذي. ونجيب بالنقرانق ونقطعه قطع صغيرة. شوفوا كيف الطريقة بنات. ونرز فيها العود. نجيب بطاطا ونجيب هذه النقرانق ونرز فيها العود. صراحة طريقة عجبتني، من كذا تحمست إني أجربها. وعلى زيت حار على طول مغطس البطاطا النقانة بسرعة انطبخت وريحة حلوة، طريقة حلوة بعد صراحة. بعد ما أخذت اللون الذهبي نطلعها. شكلها كيوت والطعم مروع بنات عجيب. تصلح حق مقبلات تعرفون أو وجبات خفيفة بعد العشاء قبل العشاء. 10/10 اعتمدوها على طول. عجبتني طريقة هالوصفة وتصلح حق فطور. اللي نحتاجه توست ونقانق وبيض وجبن موزاريلا وكاتشب. نقص قطعة التوست بالطريقة هذه. ونجيب تاوة نحط عليها شوية زيت ونحط التوست ونكسر عليها بيضة. عقب نحط عليها كاتشب. ولي تبونه انا بس حطيت شوية نقانق وجبن الموزاريلا، ما حبيت اكثر فوق خضرة. عقب نحطيها على النار ونسكر عليها لين تذوب الجبنة. نطبخ البيض. شو شكلها؟ شكلها صراحة فخم وحلو وفنان ومرتب. ناخذ قطعة نتها. حبيت لكن حسيت شوي البيض مو مطبوخ والنقانق. أنا أحب النقانق صراحة مطبوخ ومقلي يعني. أعطيه 6/10. أول ما شفت هالوصفة متحمسة أسويها وقلت سهل ما نحتاج إلا بيض. المهم سويت نفس ما شفت. جبت التاوة حطيت عليها زيت حطيت عليها العود. البيض ما أعرف ليش يذوب، يعني ما يثبت نفس ما الرجال سو. يعني فشلت الطريقة وايد انقهر صراحة. الحركة لازم تكون شي يعني. المهم حاولت بثمان بيضات لين ما انهزبت في البيت. واخر شيء البيض اللي كسرته كله سوولي 10 شكشوكة. 0/10 بنات ما ضبط. شوفوا هالحلى الكيوت. 3 مكونات بس اللي نحتاج، نشا وسكر وحليب. فنجيب 1/2 كوب حليب ونص كوب نشا وربع كوب سكر. وانت خلطة شوف الدفاشة خبصت. المهم نحطها على نار هادية ونحرك لين يثقل ويانا النشا. عقب ما بردت شوية العجينة نحاول نكورها وننعمها. ما عندي قفاز عدل عشان شي عانيت، فسويت بيدي لأن أنا بروحي بروح أكلها. فكورناها بالشكل هذا. شكلها كيوت. ونرش عليها بودرة الكاكاو. والحين وقت إن ندوق. صراحة متحمسة. لذيذة والله، فنانة عيبتني. أعطيها 8/10. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم. واكتبوا لي بالكومنت إذا حد جرب وصفة من الوصفات اللي عرضناها. وهذه وردة لكل من يدعمني بزر اللايك. ونشوفكم على خير حبايبي في الفيديو الجاي.